هذه الاحتفالية تتضمن عرض لمختلف أنشطة الصناعة التقليدية بما فيها مختلف الأنشطة، كذلك عرض خاص لمدرسة التكوين وتحسين المستوى، مشارك في معرض غرفة الصناعة التقليدية والحرف بمناسبة اليوم الوطني للحرفي، ونحن هنا للمشاركة للحفاظ على هذا الموروث والازدهار بالصناعة التقليدية. مختصة في صناعة الإكسسوارات والحلي الخاصة بالنساء إحياء لتراثنا، وشاركت في البداية كهاوية وحبيت المجال، وهو يكون في الأساس إحياء التراث تاعنا اللي نعتز به دائما.